عقد الناخب الوطني وحيد حليل وزيج ندوة صحفية سهرة الأحد تحدث فيها عن لقاء ثمن النهائي أمام ألمانيا. وقال حليل وزيج بأن ألمانيا لم تنسى صفعة 82 وستحاول الثأر لهزيمتها التاريخية، كما أشار إلى أن المانشافت في رواق أفضل من عناصره للفوز بالمباراة، لكنه في نفس الوقت لم ينسى أو ينوه بعناصره وبالشوط الأول الذي أدوه أمام كوريا الجنوبية، متمنيا أن يكرروا نفس الأداء أمام الألمان. وتحدث البوسني عن قوة المنتخب الألماني وقال أنه منتخب عندما يكون قادرا على الفوز بخماسية أو سداسية، متمنيا في نفس الوقت مواصلة المنافسة والتأهل إلى الدور ربع النهائي، مؤكدا بأن قوة المنتخب الجزائري تكمن في المجموعة وليس في الفرديات. وفي الأخير رفض حليل وزيج الحديث عن قضية صوم اللاعبين من عدمها، وقال أن زملاء فغولي أحرار في اتخاذ قرار الصيام أو الإفطار مثل ما يشاءون. أما بالنسبة للمدافع حليش فرفض أن يضع اللقاء أمام ألمانيا تحت غطاء الثأر من فضيحة 82 التي كان بطلها ألمانيا والنمسا، وقال أن مواجهة ألمانيا هذا الاثنين تختلف عن تلك التي جرت في خيخون. وفي نفس الوقت سار حليش في نفس النهج الذي سار عليه مدربه ورفض التعليق على قرار الصيام أو الإفطار، مؤكدا بأن الأمر شخصي ولا يمكن أن يتحدث عنه أمام وسائل الإعلام.